نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة ثنايا الخبر التي تحدثنا في محورها الأول عن التهديدات التركية بمعارك شرق الفرات إن لم يتم الاتفاق على المنطقة الآمنة. وفي المحور الثاني نتحدث عن واقع التعليم والجامعات في مناطق النظام وفي ظل حكم آل الأسد، ولكن قبل ذلك نتابع أبرز وآخر تطورات الأوضاع لهذا اليوم. مقتل مدني وإصابة آخرين جراء غارات جوية لطيران النظام على معرة النعمان جنوب إدلب. مقتل امرأة وطفليها وإصابة آخرين جراء قصف لقوات النظام على بلدة عنجارة في ريف حلب الغربي. الأمم المتحدة تحذر من تعرض حياة أكثر من 10 ملايين سوري للتهديد بسبب تواجدهم في مناطق ملوثة بالألغام، داعية جميع الأطراف في سوريا للسماح بإزالة مخلفات الحرب وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني. مدير مشفى القطيفة في حكومة النظام يقول إن هناك ارتفاعا بنسبة الحالات المكتشفة في أمراض الأورام السرطانية بريف دمشق، وسط افتقار المشفى لأطباء في اختصاص الجراحة والأمراض العصبية والأوعية والصدرية. مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون يجتمعون في وزارة الدفاع التركية بأنقرة لمناقشة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا تدين بشدة في بيان مشترك هدم إسرائيل مبانٍ فلسطينية شرق القدس. الشرطة الأسترالية تكشف شحنة مخدرات ضخمة بقيمة 140 مليون دولار بعد اصطدام عربة الشحن بسيارة الشرطة أمام إحدى المراكز في أستراليا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في المحور الثاني من برنامج ثنايا الخبر، والذي نتحدث فيه عن واقع التعليم والجامعات في مناطق النظام وفي ظل حكم آل الأسد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين إصدار رئاسة جامعة دمشق التابعة لحكومة الأسد قائمة عقوبات بحق عدد من الطلاب قاموا بنشر تدوينات تنتقد الجامعة، وآخرين قاموا بالتفاعل مع هذه المنشورات. نتابع التقرير التالي. جامعة دمشق من صرح رائد في التعليم إلى أداة لقمع طلابها، حيث اتخذت رئاسة الجامعة إجراءات عقابية بحق عدد من الطلاب على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الجامعة. قرار بفصل وإنذار 9 طلاب من كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد بعد أن نشرت طالبة على حسابها في فيسبوك منشورا رأته لجنة الانضباط مسيئا للجامعة. عقوبات لجنة الانضباط لم تقتصر على صاحبة المنشور فحسب، بل شملت أيضا المتفاعلين معها في ظاهرة اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليست غريبة من نوعها في سوريا. قرار لجنة الانضباط لاقى ردود أفعال ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوه العديد من المتابعين إلى ضرورة الرفع من سوية النظام التعليمي في الجامعة بدلا من ملاحقة الطلاب على مواقع التواصل. موقع روسيا اليوم نقل عن مصدر من الجامعة قوله إن ذلك الإجراء نوع من العقوبة الزجرية بسبب وجود شتائم في التدوينات، كما أشار إلى أن تلك العقوبات لا تسجل في سجل الطالب وأنها ليست نهائية، إذ يمكن للطلاب المعاقبين أن يلجأوا لمجلس تظلم. ووفق ما أورد موقع ويب ماتريكس المتخصص بتقييم الجامعات حول العالم، جاءت جامعة دمشق في المرتبة 3654 على مستوى العالم، ما يعني أن جامعة دمشق التي كانت ذات يوم صرحا علميا كبيرا بدأت تتراجع يوما بعد آخر في عهد نظام الأسد والقائمين على الجامعات في مناطق سيطرته بحسب التصنيف. مرسى.
طبعا نرحب بالكاتب الصحفي من باريس السيد عمر لبنية. أهلا بك سيد عمر. يعني فصل طالبة بسبب منشور وأخرى بسبب إعجاب أو لايك على هذا المنشور، ما مدى قانونية ذلك؟ أهلا وسهلا بكم. لا يوجد أي نص قانوني بقانون تنظيم الجامعات ينص على إدانة وملاحقة الطلاب على تعليقات أو إعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هي عقوبة تعسفية وعقوبة عرفية، وطالما أن سوريا يحكمه قانون الطوارئ فأصبح كل شيء جائز في بعرف هذه الجامعة وبعرف النظام السوري والمؤسسات التي يديرها النظام السوري. طيب يعني وفق ما ذكر التقرير، جامعات النظام أو جامعة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية في الترتيب العالمي، ما سبب تراجع جامعة دمشق أو جامعات النظام عموما؟ هذا الموضوع قديم، وكلنا سابقا شاهدنا مسلسل سوق الورق والذي كتبته الكاتبة آراء جرماني وتحدثت عن المافيات والعصابات ضمن جامعة دمشق وما كان يحدث من أعمال تنفذ يقوم فيها رئيس الجامعة ورؤساء الأقسام. وبيومها أيضا بذاك الوقت أصدرت جامعة دمشق عقوبة بحق الكاتبة آراء جرماني، والآن يتكرر هذا الموضوع. الجامعات للأسف في سوريا كانت تحكمها مافيات وتحكمها عصابات، وكلنا نعرف قضايا، وكلنا درسنا في الجامعات وفي الجامعات السورية ونعرف قضايا شراء المواد من 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 أساتذة الجامعات والأجور المتدنية لأساتذة الجامعات التي تدفعهم لبيع المواد للطلاب، وأيضا تنفذ الجهاز الحزبي داخل الجامعات السورية، وجود أفرع لحزب البعث داخل الجامعات السورية تتدخل في الشاردة والواردة وتتدخل في تعيين رؤساء الأقسام وفي تعيين عمداء الكليات، ويتم اختيارهم حسب اقتراحات أفرع الحزب والقيادات الحزبية المعينة بالجامعات. كذلك التدخل التعسفي لاتحاد الطلبة بحق الطلاب الجامعيين، بدلا أن يكون من صف الطلاب يكون ضد الطلاب، وهو يتبع للمنظومة الأمنية الذي يقودها الحزب والنظام الحاكم. للأسف هناك واقع سيء داخل الجامعات السورية، وهذا الواقع بدأ مع سيطرة حزب البعث على الحكم في سوريا، وسيطرة نظام آل الأسد على الحكم في سوريا. بدأت تتدنى الجامعات، وشاهدنا كيف أن شقيق حافظ الأسد المدعو رفعت الأسد كيف حصل على كيف كان يدخل بالسلاح الى قاعات التدريس، وكيف حصل على شهادات، على اجازه في التاريخ من جامعه دمشق، ومن ثم دكتوراه من جامعه دمشق، وكلها كانت بالتزوير وبالشراء وبالتشويه سمعه هذه الجامعه. للاسف هذه المنظومه التي تحكم هي شوهت التعليم في سوريا، وشوهت كافه المنظومات التعليميه وفي كافه المراحل، ان كان في المدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه او في المدارس العليا والجامعات. نعم. طيب إذن التدخل ضد الطلاب وفصل حتى الطلاب بسبب منشور أو لايك على هذا المنشور، ما الرسائل التي تريدها حكومة النظام أو حتى إدارة الجامعة من وراء إصدار ورقة معلق عليها اسم هذا الطالب والعقوبة بالفصل أو إنذار بسبب فعل كهذا؟ الاستمرار بمنهج الإرهاب وتخويف الطلاب وتهديدهم بمستقبلهم وتهديدهم بالفصل، وهي رسالة واضحة للطلاب أن عليهم أن يخلصوا ويلتفتوا فقط إلى 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 الروتين الموجود داخل الجامعة السورية، ولا يتكلموا بأي شيء، ولا أن يتكلموا بقضايا الفساد أو بالأمور المخالفة التي تحدث ضمن الجامعات السورية. يعني إنه الموضوع ممكن يتم تحديده على طلاب مدارس، لكن كيف يتوقعون هذا من طلاب جامعة أصبحوا مسؤولين عن أنفسهم وعن دراستهم، وبعضهم يعني وصل أعمار مسؤولة فعلا عن نفسه؟ كما ذكرت لك، الجهاز الحزبي يسيطر في ضمن الجامعات السورية، وأيضا الأجهزة الأمنية هي تسيطر داخل الجامعات السورية، وهي تتدخل في الشاردة والواردة، وبدلا من أن يكون اتحاد الطلبة بالجامعات هو مدافع عن الطلاب يكون هو ضد الطلاب. وبالأساس من يراقب صفحات الطلاب على الفيسبوك هم عناصر اتحاد الطلبة، وهم من يقومون بتزويد أفرع الحزب وتزويد الجهات الأمنية في الجامعات بالتقارير حول نشاط الطلاب داخل الجامعات. هذا للأسف هناك جو أمني وجو سيء داخل الجامعات السورية، وهذا الجو ترعاه إدارة الجامعة وترعاه الحكومة السورية التي تدير هذا الجامعة، وهذا ينعكس بشكل سلبي وبشكل سيء جدا على الأداء التعليمي داخل الجامعات السورية. هناك أساتذة في الجامعات تم تعيينهم وهم أساتذة غير كفؤ، تم تعيينهم بموضوع الولاء للنظام والولاء للأجهزة الأمنية والولاء لحزب البعث في سوريا، وهذا ينسحب على كثير من الأمور داخل
الجامعه، ان كان امور اداريه او امور تعليميه وامور طلابيه. طب ما مدى امكانيه ترميم التعليم العالي عقب هذا التخريب الذي يتعرض له؟ لا يمكن ان يتم ترميم التعليم العالي الا بسقوط هذا النظام او بعوده نظام التعليم في سوريا الى ما قبل عام 1970، ان تكون الجامعه هيئه علميه مستقله بعيده عن اي تنظيمات حزبيه وبعيده عن سيطره اي اجهزه في الدوله. يجب ان يكون هناك استقلاليه للنظام التعليمي وتكون هناك تراتبيه علميه وتراتبيه اداريه داخل المؤسسات السوريه وداخل وزاره التعليم العالي وداخل المؤسسات التعليمية في سوريا. اليوم النظام بشكله هذا القائم بهذا الشكل القائم وبسيطرته على الجامعات وعلى كل منافذ الحياة في سوريا هو أفسد التعليم، هو أفسد كل شيء، أفسد مؤسسات الدولة. النظام السوري يعتمد أسلوب الإفساد، ولا حل لإصلاح الجامعات إلا برحيل هذا النظام ووجود نظام جديد يقوم على العدالة والمساواة وعلى دولة القانون. وعندما يطبق القانون بحذافيره داخل في الدولة عندها ستكون الجامعات مستقلة ولها استقلالية إدارية وعلمية، وعندها سوف ينهض الواقع التعليمي داخل الجامعات السورية. الحديث حول ذات الموضوع مشاهدينا الكرام، كيف يبدو واقع التعليم الأساسي والثانوي في مناطق سيطرة النظام؟ ابقوا معنا. من الصين لكندا لأمريكا لكثير من دول العالم، شمال جنوب شرق وغرب، لكل يلي عم بيدور على مقاطع طريفة وخفيفة في غرائب وعجائب. كونوا معي، أنا آلاء الأحمد، كل أسبوع على شاشة حلب اليوم الفضائية. في شوارع سوريا، بين أبنيتها وأسواقها وأماكنها العامة، نتجول لنتعرف سوية على أبرز أنماط حياة السوريين المعيشية والترفيهية. فكونوا معنا في جولات. كل يوم تطلع فيه الشمس تعترضنا مسائل وأحكام معاصرة، نقرأ فتوى، نسمع حكما، نستفسر عن نازلة مستجدة، نستذكر حكما فقهيا. نبحر وإياكم مشاهدين الأعزاء في قارب العلم والشريعة. فاسألوا أهل الذكر، برنامج حواري أسبوعي نستضيف فيه علماء مختصين لنجيب على أسئلتكم الفقهية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في المحور الثاني من حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والذي نتحدث فيه عن واقع التعليم والجامعات في مناطق النظام وحكم آل الأسد. تردي التعليم في مناطق نظام الأسد ليس في الجامعات، بل يبدأ من الصفوف الأولى وحتى المرحلة الثانوية. المزيد مع زميل ياسر، تفضل ياسر. نعم حلاء، في 10 من تموز ظهرت نتائج الثانوية العامة بجميع فروعها في مناطق سيطرة النظام. نسبة النجاح في الفرع العلمي وصلت قرابة 59%، وفي الفرع الأدبي 41%. أما في الثانوية الشرعية فقد بلغ إجمالي نسبة الناجحين 61%، وفي المهنية النسوية بلغت النسبة قرابة 66% مقابل 49% من الثانوية الصناعية. أما الثانوية التجارية بلغت نسبة النجاح فيها 38%. في الشهادة الإعدادية التي صدرت نتائجها في 19 من تموز فبلغت نسبة النجاح 67%،
21 تلميذ منهم حصل على الدرجة التامة، لكن هذا فقط الجزء الممتلئ من الكأس والذي تحدثت عنه الجهات الرسمية في حكومة النظام. ما لم يتم الحديث عنه نهائيا أو التطرق له ما حدث خلال الامتحانات. على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت أخبار بكثرة عن طلاب فقدوا الوعي في قاعة الامتحان، معللين ذلك بسبب صعوبة الأسئلة، وآخرون تحدثوا عن عدم كفاية الوقت المحدد لحل الأسئلة. أما في إجراءات أخرى لم يتحدث عنها النظام أيضا، كان هناك شراء للأسئلة أو تسريب لها قبل الامتحان بمبالغ طائلة. هناك من كان يسير الحال وامتلك ثمن الأسئلة، وأما ذهبت هذه الأسئلة بلا مقابل للطلاب أصحاب الواسطة وأهل النفوذ. رغم الحديث عن تطويق مسؤولين بحكومة النظام لعدة مراكز امتحانية بهدف إدخال أساتذة متخصصة إلى قاعات الامتحان، يعني يكون فيها أبناؤهم من أجل مساعدتهم على حل هذه الأسئلة، وزارة التربية في حكومة النظام أصدرت قرارا بالسجن لأي طالب يعتدي على المراقبين خلال الامتحان داخل المراكز الامتحانية أو خارجه ضمن جملة من التعليمات الامتحانية. أحداث أخرى ضمن إطار الامتحانات والتحضير لها يطول الحديث عنها. هذا كل شيء، إليك حالة. من جديد بالكاتب والصحفي السيد عمر البنية معنا من باريس. كيف تعلق سيد عمر على نسب الرسوب المرتفعة في الشهادتين الثانوية والإعدادية؟ كيف تعلق عليها؟ هو بالأساس سوء المنظومة التعليمية في المراحل الإعدادية والثانوية، وأيضا الواقع السيء الذي تعيشه البلاد. اليوم لا يوجد تعليم في سوريا، اليوم أصبحت تقريبا 70% من المناطق السورية مدمرة. هناك العديد من للأسف هناك العديد من المناطق لا يوجد فيها مدارس، واضطر بعض الطلاب إلى الذهاب إلى غير محافظات لأجل تقديم امتحانات المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، إضافة إلى سحب نسبة كبيرة من المدرسين والذين يعملون في القطاع التعليمي للخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية. هذا كله انعكس على الواقع التعليمي، إضافة إلى موضوع الفساد الموجود في سوريا والتنفذ، وأيضا كما هو هناك سيطرة للأجهزة الأمنية والأجهزة الحزبية على الجامعات، هناك أيضا سيطرة لموضوع بوزارة التربية وبتعيينات مدراء المدارس وبتعيينات موجهي المواد وبتعيين مدراء التربية، وأيضا جميع الجهات تتدخل بأثناء الامتحانات، تتدخل الأجهزة الأمنية لأجل نجاح طلاب معينين أو لأجل نجاح طلاب معينين في شهادات التعليم، ولأجل التشويه على المدرسين وعلى رؤساء المراكز. اليوم طالما أن أعود وأكرر، طالما أن رأس النظام هو فاسد وجميع الأجهزة في الدولة فاسدة، فهذا سوف ينعكس على المؤسسة التعليمية وسوف يكون أثره كارثي على المنظومة التعليمية. ولكن يعني وزير التربية في حكومة النظام رأى أن عدم حصول أي طالب في التعليم الثانوي على العلامة التامة أو يمكن طالب واحد دليل على نزاهة العملية التعليمية. ما هو الرابط بين الأمرين؟ لا بالحقيقة لا يوجد أي تعليق على حديث هذا الوزير. يبدو أن هذا الوزير يعيش في كوكب آخر. كلنا نشاهد المنظومات التعليمية في العديد من دول العالم، وهناك الكثير من الطلاب يحصلون على العلامة الكاملة وعلى نسب مرتفعة منذ زمن قديم، والنظام في سوريا يعتمد على 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 على, على, على على وضع صعوبة كبيرة في المناهج، وأن تكون المناهج صعبة بشكل كبير، ويعتمد على 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 إفشال الطلاب والضغط النفسي للطلاب ووضع مناهج معقدة وغير مدروسة بشكل سليم. والآن يأتي ويتكلم الوزير ويقول ويدعي أن عدم الحصول على علامة كاملة هذا دليل على أي نزاهة. النزاهة كانت واضحة بمدارس النظام عندما دخل عناصر أجهزة المخابرات واعتقلوا طلاب، وعندما دخل عناصر من أجهزة المخابرات ليقوموا بتقديم امتحان الثانوية العامة وكانوا يدخلوا معهم السلاح إلى مراكز الامتحانية. طيب بشكل عام كيف سينعكس نسب الرسوب العالية على السنوات القادمة أو تحديدا السنة القادمة بالنسبة للمتقدمين للامتحانات؟
بالتأكيد سوف تكون النتائج بالتأكيد سوف تكون النتائج سلبية، والدولة والنظام الحاكم الآن في سوريا لا يضع أي خطط ولا يضع أي استراتيجيات لأجل موضوع معالجة هذه الإشكاليات. بالعكس، هو يعمل على إفشال الطلاب، ويعمل على 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 تعقيد الأمور بوجه الطلاب وتعقيد الدخول إلى الجامعات السورية، وهذا أيضا يؤدي أيضا إلى زج خصم إلى إخراج عدد كبير من الطلاب خارج المنظومة التعليمية، وبالتالي سوف يتم سوقهم إلى جيش النظام، وسوف يعود النظام ويستخدمهم في حرب على الشعب السوري. طيب، يعني الآن كثير من الطلاب يستعدون للتقدم للدورة التكميلية في الشهادة الثانوية، ما مدى نجاح هذه الدورة التكميلية، وهل هي ذات جدوى كبيرة نتحدث فيما بعد على المفاضلات للدخول في الجامعة؟ ليست هي بأي ذات جدوى كبيرة، سوف لننتظر ونشاهد، لكننا نعرف النتائج مسبقا. إذا كانت الدورات الأساسية هي سيئة وكانت النسب ضعيفة، وبالأساس العملية التعليمية خلال العام الدراسي هي عملية سيئة جدا، ولا يوجد أي عملية تدريسية. وأريد أن أضيف نقطة بالغة الأهمية، كلنا شاهدنا المرسوم الذي صدر من خلال الأسبوعين الماضيين، وكان من رأس النظام السوري، وذكر النظام بهذا المرسوم أنه يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يلغي تأجيل أي طالب وسوقه إلى الخدمة الإلزامية. هذا أيضا ينعكس على المنظومة التعليمية، وسوف يضع الطلاب في وسوف يقوم بتعقيد الأمور أكثر أمام الطلاب، ويولد لهم ضغط نفسي أكبر وأكبر. طيب، الفساد التعليمي بشكل عام، سواء التعليم العالي أو حتى تعليم الإعدادي والثانوي، كيف يؤثر بشكل عام على المجتمع السوري؟ للأسف بالأساس نظام حافظ الأسد ومن بعده نظام بشار الأسد عندما حكموا سوريا هم اتبعوا مبدأ الفساد والإفساد، وأي شخص نزيه أو شريف، إن كان معلم في مدرسة أو كان أستاذ جامعي، كان يتم استبعاده وإغراقه في المشاكل، ومن ما اضطر العديد من الكوادر التعليمية في الجامعات السورية إلى مغادرة القطر والعمل في جامعات مختلفة من دول العالم. النظام عمد على إبعاد الكوادر العلمية الفاعلة في المجتمع السوري، وقام بجلب أزلامه ووضعهم في المدارس وفي الجامعات، وهذا انعكس بشكل سلبي على التعليم في سوريا، وانتشرت ثقافة الفساد. في الحقيقة ثقافة الفساد من ينشرها ويعمل على نشرها هو النظام السوري، هو ينشرها في قطاع التعليم، هو ينشرها في قطاع الصناعة، هو ينشرها في أجهزة الدولة، ينشرها بكافة القطاعات الإدارية والثقافية والاجتماعية، وهذا بالتالي سوف ينعكس بشكل سلبي على كافة مكونات المجتمع السوري وعلى كافة إدارات الدولة السورية. يعني أنت تقصد أن النظام يحاول زرع الفساد والقيم السلبية في الطفل منذ سنينه الأولى في المدرسة، يقوم بتربيته. طبعا كلنا شاهدنا بعض التعليقات أو بعض النماذج أو كنا نشاهدها بأعيننا في المدارس الابتدائية، عندما كان أحد المدرس يقوم بمعاقبة أحد التلاميذ، ويقوم الزملاء برفع قدمي التلاميذ، ويقوم برفع قدمي زميلهم، ويقوم المعلم بضربه. من الأساس كان النظام يغرز القيم السيئة داخل الطلاب في المدارس، ويعمل على إفساد المجتمع السوري، حتى يعني الطالب العريف الصف كما يقال، أو الطالب المحبب من المدرس، من يقوم بكتابة أسماء زملائه الذين يتكلمون في الحصة الدراسية وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر الصحفي السوري السيد رأفت الغانم، كنت معنا من باريس، عمر لبني عفوا، وأيضا كل الشكر لضيوفي في الملفات السابقة السيد قحطان عبد الجبار المحلل السياسي، إضافة للسيد رأفت الغانم الصحفي كان معنا من باريس. طبعا تحدثنا في المحور الأول عن التهديدات التركية بمعارك شرق الفرات إن لم يتم الاتفاق على المنطقة الآمنة، إضافة لتحدثنا عن الواقع التعليمي في الجامعات والمدارس في مناطق النظام وفي ظل حكم آل الأسد. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج ثنايا الخبر. دمتم بأمان الله.